خلينا نشوف الاستاذ احمد السيد الخبير المتخصص في اخبار النادي الاهلي، ونبدا من حمدي فتحي اللي هو كل الناس بتسال عن حمدي فتحي. استاذ احمد السيد السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر وكل متابعينك، ويعني الحمد لله على السلامه وعمره مقبوله ان شاء الله. ان شاء الله يا ابو حميد. اول حاجه يعني عندي اخبار كتيره متداوله عن حمدي فتحي وناس كتيره بتتكلم، بسالك الاول حمدي فتحي واخبار حمدي فتحي. حمدي فتحي تعرض لالتواء في الركبه خلال مران المنتخب منذ ساعات، وفور على طول انتهاء المران حصل تورم في ركبه اللاعب، يعني تم اجراء اشعه وتاكدت اصابته بقطع في غضروف الركبه. طبعا يعني هذا الخبر الذي نزل كالصاعقه على الجهاز الفني للمنتخب وايضا كمان على الجهاز الفني للنادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ قال انها صدمه كبيره، خصوصا ان اللاعب من العناصر الاساسيه في الفترة الأخيرة للنادي الأهلي. طبيب النادي الأهلي بينتظر حضور حمدي فتحي بالأشعة خلال الساعات القادمة للنادي الأهلي لإجراء أشعة أخرى ولتحديد الخطوات التي سيتم اللجوء إليها في النادي الأهلي. يعني خلاص حمدي فتحي قطع في غضروف الركبة، وخلال ساعات هيعمل العملية. هناك مفاضلة ما بين إجراءية في القاهرة على يد الدكتور أحمد عبد العزيز أو السفر لألمانيا. ودي فترتها زي الرباط الصليبي يا أحمد. يا لا، ده قطع في غضروف الركبة مش أقل من 3 أشهر، يعني زي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ. يعني ده بيبقى من 3 لـ4 شهور، خلينا منطقيين يعني. أنا بتكلم بقول لك كارثة زيها زي الرباط الصليبي. صح، خصوصا بتحتاج فترة تأهيل كبيرة. بالظبط. ولنا في ذلك كريم نجد اللي لسه حتى الآن يعني داخل على 5 أو 6 أشهر عنده برضه نفس القصة ولسه مكمل ولم يعد إلى كامل مستواه. أي إصابة في الركبة أعتقد بتبعد اللاعب تماما. حمدي فتحي كمان كان يعني لسه ما شاء الله كان مقوى مع المنتخب مع النادي الأهلي، بيأدي مباريات كويسة جدا، ولكن يعني قدر الله وما شاء فعل. يعني هو اللاعب كمان الحمد لله راضي بقضاء الله وقدره، بإذن الله يرجع أحسن من الأول. يعني خلينا نقول للناس اذا حمدي فتحي التواء في الركبه في تمرين المنتخب القومي منذ ساعات امس الاثنين، والتشخيص المبدئي قطع في غضروف الركبه. النادي الاهلي سيجلس مع اللاعب من خلال طبيب الفريق خلال ساعات النهارده الثلاثاء للاطلاع على الاشعاعات التي اجريت له في المنتخب والوقوف على حقيقه الاصابه واعلانها. وزي ما بيقول خالد الطحاوي ان فترتها 3 شهور وتصل بالتاهيل الى 4 شهور زي ما قال لنا الاستاذ احمد السيد، وانه سيحدد النادي الاهلي خطه علاج حمدي فتحي، واذا ما كان سيعالج في اي دوله يختارها الجهاز الطبي. الاهلي بيوفر كل الدعم طبعا، وخلينا اقول لكم ان كمان الاتحاد المصري لكره القدم في حديث مع بعض مسؤولي منذ قليل قبل ما اتكلم مع الاستاذ احمد السيد، قال انه يعني في حاله حزن داخل اتحاد الكوره لاصابه حمدي فتحي، وان اتحاد الكوره متكفل بكل علاج اللاعب، وان ده اقل شيء يقدمه، ولكن الاهلي في هذه الامور لا يتاخر. ولكن بما ان اللاعب اصيب في المنتخب فبيبقى يعني هذه الامور اداريا او ماليا من اختصاص المنتخب القومي. كابتن حسام البدري قال انه حزين جدا على اصابه حمدي فتحي، وكان يعلق عليه امال كبيره جدا. تعرفين حمدي فتحي من اللاعبين اللي كانوا بينالوا ثقة فايلر في الأهلي وحسام البدري في المنتخب القومي، بالإضافة للحالة اللي وصل ليها مع الجماهير. ويعني يبدو أن يا أحمد إحنا رايحين لمستشفى جديدة في النادي الأهلي، يعني ربنا يستر. بس البعض كان زي ما كنا انفرضنا أرضية مختار التيتش، وأول طلب كان لفايلر لتجديد هذه الأرضية، لكن إلى أسباب ربما تختلف دلوقتي. إحنا شايفين إصابات سواء مع المنتخب الأولمبي ولا حتى المنتخب الأول أو حتى يعني إصابات قدرية، ولكن يعني خلينا نقول قدر الله ما شاء فعل. لكن إصابات بالشكل ده أكيد هيكون ليها تأثير، وتأثير واضح على النادي الأهلي، خصوصا زي ما أنا بقول لحضرتك حمدي فتحي يعني كل العناصر من العناصر الأساسية وكل ماتشات الأهلي الأخيرة بيلعب بشكل أساسي بجوار السولية. فيعني ربنا يستر على عناصر المنتخب، مش بس للاعبي النادي الاهلي، لكل الفرق. يعني نتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب الاول في لقاء كينيا ثم جزر القمر، وايضا المنتخب الاولمبي والوصول للاولمبياد، وربنا يبعد شر الاصابات يعني عن كل اللعيبه باذن الله. طيب علاء رجب لطفي بيسالك، ايريك تراوري في الاهلي في يناير، واخر الكلام في هذا الملف.
يعني خلينا نقول فعلا ايريك تراوري من ضمن اللعيبه المطروحين على النادي الاهلي، ولكن الاهلي لم يتواصل مع اللاعب رسميا، لكن خلينا نقول لعيب مميز جدا وفيرود يعني من الناس الكويسه جدا، لكن هو نجم بوركينا فاسو طبعا ايريك تراوري. لكن عايز اقول ان نادي الاهلي مستر فايلر، حتى انا كنت بتكلم مع كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده، لسه مستر فايلر لم يحدد العنصرين اللي محتاج يدعمه. حضرتك عارف الاستبدال بيتيح فقط للنادي الاهلي بتدعيم لاعبين فقط، وان كان طبعا الاقرب هو ضم مهاجم بالاضافه الى لاعب اخر، لكن حتى هذه اللحظه مستر فايلر لم يتحدث عن عناصر بعينه، يعني حتى كهربا وملف كهربا من ضمن. بس خلي بالك يا ابو حميد، ايريك تراوري لسه هنيجي لكهربا وهنيجي لصالح جمعه، بس خلينا في ايريك تراوري. ايريك تراوري لو جه الاهلي هيبقى ضربه قويه للغايه، وهنا خلينا نثني على الكابتن حسام حسن صاحب العين الجباره اللي جابه البيراميدز وتحول اداء بيراميدز من الى، يعني خلينا نقول ايريك تراوري قصه وحكايه بصراحه يعني. صح، هو لعيب مميز جدا جدا جدا، واعتقد فعلا من الفراوده اللي واضح او يعني لاعب الخط الوسط المهاجم اللي واضح تاثير اداؤه مع كل الفرق اللي شاركوا فيهم، ولما شارك حتى مع بيراميدز في الفتره الاخيره. بالظبط. ولكن خلينا نقول بيراميدز برضه من الصعب ان هو يستغني عن اللاعب. ما تقلقش على مسؤوليتي الشخصيه، اي لاعب سيحتاجه الاهلي من اي مكان في يناير سيكون تحت امره النادي الاهلي بامكانيات مجلس الاداره النادي الاهلي وعبقريه محمود الخطيب، وعندك فائض مالي 2 مليار جنيه. انت بتتكلم في ميزانيه يعني مش ضخمه، انها ميزانيه مرعبه يا صديقي. يتمنى اي لاعب انه يلعب في هذا الاستقرار المالي والاداري، خصوصا لما يكون على راس الهرم محمود الخطيب. عندك حق، منظومة متكاملة بوجود كابتن محمود الخطيب، ما ننساش برضو الأستاذ خالد برندلي. بالظبط بالظبط. بصراحة يعني منظومة مالية متكاملة في النادي الأهلي، والفائض المالي الكبير اللي بيتحدث عنه طبعا الجميع داخل النادي. طيب باهر المحمدي يا أحمد، باهر المحمدي كان من ضمن اللعيبه المرشحه، لكن مشكله الاهلي حاليا دلوقتي بس في زي ما انا بقول لحضرتك، هو محصور ما بين مركزين فقط، ربما كمان اصابه حمدي فتحي مع ان حسام عاشور كان بعيد فتره ربما تغير بوصله الاتجاهات. الاهلي كان تفكيره في راس حربه ومدافع، البعض تحدث او هناك تخوف من رمضان صبحي ما يقدرش يكمل الموسم القادم مع النادي الاهلي، وبالتالي يكون في ضم لجناح ايسر مثل ما نشرت بعض الصحف اليوم، لكن لسه الامور مش واضحه في النادي الاهلي. هو من ضمن اللعيبه المرشحه بالفعل. خلينا نقول يا ابو حميد عذرا للمقاطعه تاني، ايريك تراوري باهر محمد ضمن المجموعة، ولكن يبدو أن البوصلة ستتغير بعد إصابة حمدي فتحي. بالفعل كده، خصوصا ان الاهلي محصور، ويعني الامور يعني مركزه او متركزه فقط في مركزين فقط، وبالتالي النادي الاهلي يعني حتى ملف المعارين بالنسبه للنادي الاهلي اعتقد ان مستر فايلر رفض ان هو يفتحه الفتره الاخيره، وربما المعارين لن يتم اعاده احد منهم في يناير، وبالتالي المركزين فقط اللي متاحين كنظام استبدال هم اللي بيشكلوا ارق شويه للنادي الاهلي. ففي اصابات من ضمن الكلام اللي كان معروض احمد حجازي ايضا ان هو يكون موجود في يناير القادم كمدافع، واحمد حجازي بيرحب طبعا بالعوده، ولكن المقابل المادي اكيد طبعا هيكون كبير، لكن حتى هذه اللحظه زي ما انا بقول لحضرتك لسه اسامي مطروحه. مستر فايلر النهارده كان في جلسه مع كابتن سيد عبد الحفيظ امس الاثنين مش النهارده، بانت الاثنين كمان بيحددوا المباراتين الوديتين اللي هيخوضهم النادي الاهلي في الفتره القادمه. خلال الايام القادمه هيتم بقى فتح موضوع التعاقدات، وهيتم فتح الاماكن اللي بينوي الاهلي شغلها في يناير القادم. طيب نبيل عماد دونجا، لا يعني اعتقد خارج الامور تماما، كان مرشح قبل كده، ولكن يعني حتى مكالمتي مع حضرتك هو كان خارج دائره الاهتمام، لكن زي ما انا هرجع اقول لحضرتك برضو ربما يكون اصابه السوليه تغير البوصله، ربما نجد يعني خصوصا ان هو لاعب مميز لاعب. الناس برضه عايزه تطمن على السوليه يا ابو حميد.
الثنائيه يعني الحمد لله يعني مفيش اي مشكله، وبينتظم في المباراه بشكل طبيعي مفيش اي مشكله. دونجا كمان من اللعيبه المميزه، وعنده ميزه كمان ان هو مواليد 92، فلعيب صغير في السن اكيد اضافه لاي نادي. ولكن خليني اقول لحتى هذه اللحظه مفيش يعني مفاوضات رسميه او حتى كلام لسه من الجهاز الفني للنادي الاهلي، لان فايلر كان في اجازه لسه راجع بالامس، وبالتالي الاهلي لم يفتح هذا الملف حتى خلال هذه الفتره الحاليه. لكن الاسامي اللي حضرتك قلتها هي مطروحه، ومطروحه بقوه جدا على طاوله مفاوضات النادي الاهلي. طيب نروح لكم سؤال خاصة باللعيبه قبل ما اسيبك تقول اخبارك. الناس برضه بتسال، بتقول لك صالح جمعه اخباره ايه؟ صالح جمعه يعني وفقا لتصريحاته الاخيره ووفقا لكلامنا مع كابتن سيد عبد الحفيظ، وقال ان هو مركز جدا مع النادي الاهلي في الفتره القادمه، وهو قال ان هو بيلوم نفسه انه تقاعس بعض الشيء في حجز مكان في تشكيل النادي الاهلي في الفتره الاخيره. لكن يعني احنا رسالتنا لصالح جمعه ان مستر فايلر واضح جدا ان هو بيدي الفرصه للكل، ولكن محتاج جهد ومحتاج انه يبذل مجهود كبير في الفتره القادمه. صالح جمعه مكمل حتى هذه اللحظه مع النادي الاهلي، ما فيش اي مشكله، ولكن صالح جمعة أكيد بيشعر بحالة من عدم الرضا، لأن مستر فايلر مش مديله كامل الاهتمام. لكن برضو على صالح جمعة أنه يبدأ بنفسه، لأنه محتاج يركز أكتر ويكون فيه جدية أكتر، لأن مستر فايلر مش لاقي فيه الجدية دي، هو محتاج يكون عنده جدية أكتر. وده كان باين حتى من الفترات الإعدادية لفايلر أول لما جه، أنه عشر كل اللعيبة باستثناء صالح جمعة. فصالح جمعة عليه أن يبذل قصارى جهده خلال الفترة القادمة. صالح جمعة بالمناسبة عنده بعض العروض، ولكن أعتقد الهلالي هيتمسك بكل اللعيبه خلال هذه الفتره، يعني من اجل الثبات في التشكيل اللي بيسعى ليه فايلر في النادي الاهلي. طيب برضه سؤال تاني جاي لك بالنسبه لمحمود كهربا كالعاده. يعني كهربا السؤال اليومي الاجباري، حتى هذه اللحظه كهربا على يعني قائمة الانتظار في النادي الاهلي، واعتقد يعني مستر فايلر لم يحسم حتى هذه اللحظة الموقف. ربما يكون كهربا في يعني النادي الاهلي خلال الايام القادمة، ويتم حسم هذا الملف، وربما لا وفقا لرؤية الجهاز الفني. بالمناسبة فايلر اتفرج على بعض الفيديوهات الخاصة بكهربا وهو معجب بقدراته جدا، ولكن هو بيعمل عملية مفاضلة زي ما انا قلت، صح. هو محتاج مركزين بس، فهل من الانسب ضم كهربا في وجود لاعب زي رمضان صبحي او ما شابه ذلك، ولا اشوف مركز ثاني انا محتاج ادعمه؟ راجل بيتحرك بلا اي عواطف، صح صح، بلا اي يعني صح. ودي حاجه على فكره حاجه حلوه جدا بتميزه، هو مش راني ودن للاعلام او للجماهير، هو بيشوف الانسب والاصح لتشكيل النادي الاهلي في الفتره القادمه يعني. طيب دي كانت الاسئله بتاعت المتابعين. كينو زيزو بيقول لك، زيزو سعد بيقول لك كينو بدأ اسمه يطرح في الأفق. أنا أعتقد إن دي إرهاصات بس لوجود حالة الود والوئام بين الموسيقار التركي ليس إلا. صح، اتفق مع حضرتك تماما. وخلينا نقول حاله الوئام دي اكيد اسعدت بل تسعد الجميع داخل النادي الاهلي، ولكن اكيد تورق البعض يعني. بالظبط، بتخلي الناس تحلم شويه، بتخلي الناس تحلم شويه فوق الواقع. بالظبط بالظبط، ودي حاجه حلوه ما فيش اي مشكله. طبعا جميل في العلاقه انها علاقه مكتمله الارقام زي ما بيقولوا، كل من الطرفين بيحترم الاخر، صح. وكل منهم بيتحرك وفقا للاخر. يعني معالي المستشار تركي الشيخ لما سئل عن كهربا قال لك في دقيقتين اجيبه للنادي الاهلي، ولكن مجلس اداره النادي الاهلي هو اللي فيه صاحب القرار. فده يؤكد مدى يعني تقبل الراجل لمساعده ومسانده ودعم النادي الاهلي، ولكن في الاطار اللي وان كنت انا اعلن تحفظي على مثل هذه التصريحات من الموسيقار تركي الشيخ، لان اجد فيها اذا يعني هو مداعبه لجماهير الاهلي مشروعه، ولكن في نفس الوقت لابد ان نحافظ على مشاعر المنافس حتى لا ندخل في حاله من التعصب والضغوط تانيه، وان يكون هذا الكلام كله في غرف مغلقه، يجي في مسافه السكه، يجي في دقيقتين، ما يبقاش كلام موجه للجماهير، لان احنا حريصين على الوفاق ما بين جماهير الاهلي وتركو وندعمه بقوه، وفي نفس الوقت حريصين على ان ما فيش تصريحات تطلع لا من المستشار تركو ولا غيره تجرح مشاعر الزملكاويه والزمالك العظيم.
يعني اتفق مع حضرتك 100% بس في هذا الكلام، لان ده الاهم فعلا الفتره القادمه نحو نبذ التعصب. واعتقد ده اللي احنا محتاجينه بقى فعلا الفتره اللي جايه. شفنا قد ايه الناس كلها ملتفه حوالين المنتخب الاولمبي. لا يا احمد، خلي بالك الاعلام الامين لابد انه يقول مثلا للمستشار تركي عندما يكون في ذلك، يقول له يا معالي المستشار لابد ان نسير على الاشواك، ولابد ان نحترم شعره معاويه، لانها لو قطعت مش هيبقى ود الاهلي على حساب خساره الزمالك. انا مش بطلب منك تدعم الزمالك ولا تقف جنبه، انا ماليش دعوه، ولا بطلب منك تدعم الاهلي ولا تقف جنبه، انا بتكلم على الجماهير. ما حدث من تقارب ما بين معالي المستشار ترك والخطيب ثم جماهير الاهلي شيء ندعمه بقوه ونسانده، ولكن في نفس الوقت ليحذر الجميع ان هناك جمهور بالملايين اسمه جمهور الزمالك لابد ان نحافظ على مشاعره. في ناس منهم بيعتبر ان كهربا هارب، ده شأنهم. في ناس بيعتبروا ان هو باع النادي، ده امرهم، ماليش دعوه، مش هتدخل في ده. ولكن احافظ على المشاعر، عشان ما يجيش رئيس نادي يخرج عن النص يولع للدنيا، او جمهور عايز يولع الدنيا يستغل مثل هذه المواقف. اتفق مع حضرتك تماما، خصوصا فعلا زي ما قلت حضرتك الوقت ده محتاج جدا ان احنا كلنا نلتف بقى حوالين الكره المصريه. لو بنتكلم عن عوده الجماهير، ده لو احنا عايزين الجماهير ترجع، اعتقد الكلام ده مهم جدا ان احنا نركز فيه الفتره الجايه. في حد اسمه اسامه جلال في الاهلي، سؤال بس جاي لك من مصطفى بكري. مصطفى بكري بيقول لك اسامه جلال، في اسامه جلال ده؟ اسامه جلال، أسامة جلال على ما أتذكر، أسامة جلال لاعب نادي إنبي. في كلام بالفعل إن نادي الأهلي معاه، وأعتقد كمان رئيس نادي إنبي الأستاذ زكريا السيد هو بيلعب في المنتخب الأولمبي كمان ومدافع، كان اتكلم عنه وقال الأهلي لم يفوضنا بخصوص هذا الشأن، وإن حلم طولان متمسك باللعيبة. الأهلي بالمناسبة كان اتكلم مع أسامة جلال ده الصيف الماضي، لكن كان مكمل مع نادي إنبي وإنبي تمثل بيه، فأعتقد هو من العناصر المميزة جدا بالمناسبة، لكن هو مكمل مع إنبي. هو مدافع المنتخب الأولمبي، يعني هل هو ضمن الأسماء يا أحمد اللي قدام فايلر؟ لا مش من ضمن الأسماء، كان مرشح الصيف الماضي، ولكن حتى هذه اللحظة مش من ضمن الأسماء المرشحة يعني. طيب ندخل في أخبارك وما لديك من أخبار ونبدأ بالاستاد. الاستاد انا كنت سامع حضرتك بتتكلم في الاول، يعني تحيتي طبعا لحضرتك على كم هذه الانفرادات، وفعلا ان شاء الله باذن الله عام 2020 يكون عام استاد الاهلي زي ما دكتور محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي تحدث. ومن معلوماتي، واكيد حضرتك عندك المعلومات دي، ان الاهلي اتحرك من هذا الملف يعني منذ فتره، واعتقد خلال الثلاثه الاشهر الاولى من عام 2020 هيكون في تصور نهائي لشكل الاستاد والمكان الذي سيقام فيه الاستاد. يعني البعض تحدث عن قرب العاصمة الإدارية، البعض تحدث عن بعض المناطق الأخرى، ولكن اللي أؤكده لحضرتك إن كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة عارفين تماما قيمة هذا الحلم، حلم يعني استاد الأهلي. ربما يتجه الموضوع لإنشاء شركة استاد الأهلي لإنشاء مدينة النادي الأهلي، ويكون باكورة عملها هو الاستاد، خصوصا إن زي بقول لحضرتك مجلس إدارة النادي الأهلي يعلم جيدا إن فكرة إنشاء استاد للنادي الأهلي هو الملف وشغل شاغل جماهير النادي الاهلي في الفتره القادمه. كمان الاستاذ محمد سراج هيسافر للندن خلال يعني نهايه هذا الشهر لحضور مؤتمر ويمبلي للاستادات، علشان يشوف التصورات المطروحه ايه ويشوف الانسب ليها انه يتم تطبيقها في استاد النادي الاهلي. الاهلي من حوالي يعني من سبتمبر الماضي عمل لجنه اسمها لجنه الاستاد علشان تناقش ملف الاستاد وتتحرك، وربما اشتغلت هذه اللجنه في عمل في صمت تماما يعني. وانا عارف ان الدكتور محمد سراج طرح يعني حوالي اكتر من ملف في هذا الموضوع، وتكاليف الانشاء والتكاليف الهندسيه وطرق التمويل المختلفه. فالنادي الاهلي في مطلع العام القادم اعتقد فكره الاستاد هتتحول من مجرد فكره الى يعني عمل والى حقيقه على ارض الواقع، وده اللي بيتمناه طبعا كل جماهير النادي الاهلي. طيب هل لديك اخبار اخرى يا ابو حميد؟ سريعا يعني الاهلي بيتحرك في موضوع رمضان صبحي، لان الاهلي عنده تخوف كده ربنا يحفظ ويبارك رمضان صبحي في تعلقه مع المنتخب الاولمبي. نادر شوي كان قال ان في عرض ايطالي جه للاعب، طبعا مع تعلقه في كاس الامم الافريقيه ولعيب صغير في السن، هيدر فيلد الانجليزي زي ما بيقولوا كده البضاعه بقى بتلمع في عينيه. الاهلي عنده تخوف طبعا من مغالاه فريق هيدر فيلد الانجليزي. هو هيدر فيلد غالى فعلا، مش لسه غالي، هو غالى فعلا يعني.
بالفعل يعني كان الكلام الاهلي ممكن يجيبه مع مطلع الصيف الماضي ب 7 مليون يورو، اعتقد الرقم ده هيعلى، لكن خلينا نشوف. الاهلي بيكلف امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بس انا بصراحه يا احمد، يا احمد عايز اناقشك في ده، انا الموضوع ده مضايقني. يعني احنا قلبنا الهرم، بدل ما الفرق الانجليزيه تشتري واحنا نحط ارقام ونتشرف، بقى رمضان صبحي قلب لنا الهرم. يعني ارجو ان الاهلاويه ما يزعلوش مني، بس انا مستاء. يعني كنت اتمنى وان كان رمضان صبحي لا غنى عنه في الاهلي، بس الموقف كله مضايقني. يعني نتمنى للكره المصريه افضل من ذلك. يعني اكيد طبعا، وخصوصا ان احنا بنتكلم بقى عن فتح ملفات الاحتراف، نسيب اللعيبه نشوف بالظبط. محمد صلاح بيتالق، بنشوف. اعتقد طبعا العائق المادي لو كان هذا السيد هيغليه اكيد هيبقى بقى ضد النادي، لكن رمضان صبحي مكمل طبعا هذا الموسم. احنا مع ان رمضان صبحي يحترف، ولكن طبعا اكيد احترافه بمشاركاته زي ما صلاح موجود. رمضان صبحي لعيب صغير في السن، صح، لو ادى وشارك بصفه منتظمه هيكون ليه مردود يعني مميز جدا. شفنا النهارده الروح والكفاح والعزيمه وبالامس مع المنتخب الاولمبي، بسم الله ما شاء الله، طاب شهود. يعني ربنا يبعد عنه الاصابه بصراحه. يعني يا رب يا رب، يعني ربنا يحميه. فاعتقد موضوع رمضان صبحي من ضمن الملفات الشائكه جدا في النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. الاهلي طبعا استأنف تدريباته بالامس، يعني طبعا كان عدد محدود اللي موجودين. حسين السيد شارك في المرام بالتدريبات الجماعيه، ما كانش فيه اي مشكله، كان عنده كازمه في معسكر الامارات. احمد الشيخ يعني ايضا ادى بعض التدريبات، كان عنده حاله اجهاد عام بعد العوده من الامارات، نفس القصه حسام عاشور اكتفى بالتدريبات التاهيليه في الجيم. كمان فايلر عمل محاضره مع اللعيبه، زي ما حضرتك عارف الاهلي لسه مستأنف التدريبات بالامس استعدادا لعوده الدوري العام بمواجهه الجوده يوم 25 نوفمبر، ثم السفر لتونس للقاء نجم الساحل الدوري ابطال افريقيا 29 نوفمبر. والاهلي ابتدى على طول مبكرا في اتخاذ اجراءات السفر وتخليف طبعا المكوك استاذ كابتن سمير عدلي بهذه الاجراءات قبل السفر لتونس نهايه الشهر الجاري. أستاذ أحمد السيد أشكرك شكرا جزيلا. بكرة عندنا سؤال مهم جدا عن قناة الأهلي، يا ريت تجيب لنا كل تفاصيلها، لأن في كلام إنها داخلة تطوير، في كلام إن مجلس إدارة النادي الأهلي مش عايز يبقى ضمن مجموعة إعلام المصريين، حاجات كتيرة جدا. فملف قناة الأهلي من الحاجات اللي نعد بها الناس إن إحنا نتكلم فيها في لايف الثلاثاء مساء أو فجر الأربعاء إن شاء الله غدا إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله يكون لدينا كل ما هو جديد زي ما كل متابعينا بيتعودوا دايما باذن الله. شكرا جزيلا استاذ احمد السيد على كل هذه المعلومات.